قبل من تكلموا على مسؤوليتنا في الشأن الرياضي الوطني كرة القدم بالخصوص، اولا هذا واجب انساني اليوم نكونوا كنتواجدوا بجنب الفريق ديال نادي القنيطري بجميع المكونات ديالو، لا المسؤولين المكتب المسير ولا اللاعبين ولا الطاقم التقني ولا الطبي اللي تعرضوا لحادثة سير يوم الامس في المدخل ديال مدينة سيدي بن نور. الحمد لله على لطف الله ان جوج الحالات اللي حرجة نسبيا سي انس عزيمة راه دار العمليه الجراحيه والامور الحمد لله تتمشي في الطريق الحسن. عفوا اللاعب العروي انس عزيم تفطرت له بعض الاطراف من اليد ديالو. بقيه اللاعبين الحمد لله انهم رغم كاين بعض الجروح الخفيفه وكاين تفكك مع مستوى المفاصل عند بعض اللاعبين وبعض الاعضاء ديال الطاقم الاداري والتقني، الامور الحمد لله مستقره. قمنا بالواجب ديالنا كما يجب. لا يوم الامس الاخوان انا ما كنتش معهم سيدي بن نور ولكن بقيت نتبع معهم في الهاتف الاخوان ديال فتح سيدي بن نور مشكورين، نادي سيدي بن نور، الاخوان ديال نادي الزمامره. اليوم انا متواجد معهم في مدينه الدار البيضاء، كنت معهم في حصه الغداء ودابا انا معهم في لاكلينيك. وجدنا هيئنا كل شيء في لاكلينيك قبل ما يوصلوا، والدكتور افتي متبع معنا عبر الهاتف من قطر، السيد رئيس الجامعه حتى هو متبع معنا الوضع. يعني الكل مهتم بهذا الوضع وكل حاس بالمسؤوليه ديالو، وحنا كنقوموا بالواجب على ارض الواقع. حنا راهن اشارتهم في اي شيء يطلبوا منا، وفي الاخير نطلبوا الله سبحانه وتعالى يشوف من حالهم ويشافيهم في اقرب الاجال ويعاودوا يرجعوا للميادين الرياضيه. ونداء للناس دقنيطره ينتبهوا لنادي القنيطري، راه ديال المغاربه كاملين ماشي غير ديال القنيطره.